يا من أرهقته الهموم وأحاط به الحزن وهزه الألم، مهلا، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر، فعاقبة الصبر الجميل جمال، وأمر المؤمن كله خير وكمال، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فما يبرح البلاء في العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي محكم التنزيل من لدن حكيم خبير: وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.